مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله في حلقه جديده من برنامج مبدعون. مثل ما عودناكم دائما في كل حلقه يكون معانا مبدع. اليوم راح ناخذكم جوله ونتعرف على كره اليد. باسمكم نرحب بضيفنا في هذه الحلقه اللاعب عبد العزيز ميرزا. عبد العزيز مساء الخير. مساء النور، شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. عبد العزيز اول شيء يعطيك العافيه على وجودك اليوم معنا في برنامج مبدعون، واللي من خلالها راح نتعرف على عبد العزيز بشكل اكبر ونتعرف على الرياضه اللي انت قاعد تمارسها. ايه. عزيز انت لاعب كره يد عدل؟ اي نعم. حلو، في اي مرحله؟ تحت 13 وتحت 15. ممتاز، تلعب تحت 13 و15. اي نعم. انزين الحين اذا بسولف وياك وقبل لا نتكلم عن كره اليد وعن عبد العزيز شلون دخل كره اليد، حلو، لعبت العاب قبل كره اليد؟ اي نعم، لعبت كره القدم، كنت لعب كره قدم بعدين حولت. كنت لعب كره قدم؟ اي. حولت من كره قدم لكره اليد. ليه كره اليد؟ اي نعم. شو اللي خلاك تحول من القدم؟ اللي خلاني احول كره يد، عمي علي مراد كان لعب كره يد وكان يشجعني مع ولد خالتي اني ادش كره اليد، مع ابوي كان يقول لي اني جرب تنفع كره يد على طولك وهذا، والحمد لله جربت الحمد لله بدحت كره يد. بدحت نفعت. ايه ويازت لك اول ما جربتها؟ ايه يازت لي، يعني عجبتك؟ ايه عجبتني. الحين عاد خلني اتكلم بتفاصيل اكثر شويه عن كره اليد. كره اليد حالها حال كره القدم. ايه. كل لاعب يتميز في مركز معين، صح؟ اللي اذا بنتكلم على الكره في الحارس، الدفاع، الوسط، الهجوم. في كره اليد شنو المراكز اللي موجوده؟ في المراكز في السنتر، حلو، يكون بالنص. ايه؟ في الباك اللي يكون على اليمين. ايه؟ باك اليمين واليسار، حلو. وفي الوينج، الوينجين يمين ويسار، وفي الحارس. حارس. وفي الدائره. حلو. انت اي مركز تلعب عبد العزيز؟ العب باك وسنتر وجناح. تلعب باك وسنتر وجناح. اي نعم. من اللي يحدد اي مركز تلعب؟ الكابتن. 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 ايه. كل مباراه تفرق عن الثانية؟ ايه. يفرق المركز؟ ايه. ولا في المباراة الواحدة عادي تلعب أكثر من مركز؟ لا عادي، أقدر ألعب أكثر من مركز، يعني كل مباراة عادي، يعني الكابتن مثلا تشوفني أنفع بوينج يحطني وينج، بعدين إذا ما نفعت يقطني باك عادي. يعني في المباراة الواحدة ممكن تلعب؟ ايه. ايه نعم. بأكثر من مركز؟ ايه. أنت وين تفضل؟ أنت شنو المركز اللي أنت تفضل؟ أنا المركز اللي أفضل باك. الباك؟ ايه نعم. بيمين ولا يسار؟ يمين. أنت تلعب بإيدك؟ يمين. اليمين بس عادي العب يمين يسار. تلعب يمين يسار؟ ايه. يعني ايه. مره تلعب باك يمين مره تلعب باك يسار، لان احنا عاده ايه. نشوف في كره اليد يصير اللاعب عكس الايد اللي هو يلعب فيها. ايه اذا يلعب يمين يحطونه يسار، اذا يسار يحطونه يمين، صح؟ ايه. ايه. وهذه تفيدك حق التسديد على المرمى. اي شوت، صح. حلو، الحين خلينا نتكلم اكثر عن البطولات اللي شاركت فيها تحت 13 وتحت 15. شنو البطولات اللي لعبتها؟ شاركت تحت 13 بطوله الدوري وبطوله الكاس. حلو. ومع تحت 15 الدوري والكاس. الدوري والكاس 13 والدوري والكاس 15. نعم. شنو افضل مركز حققته مع النادي؟ حققت افضل مركز ثاني الدوري ثاني الكاس مع تحت 13. ما شاء الله، حلو. ايه. هذا يعني كان افضل مركز. ايه. لكن اكيد طموحك انه يكون دائما المركز اكيد الاول. الاول. ايه. اكيد. شنو الصعوبات اللي تواجه لاعب كره اليد اول ما يدخل هذه اللعبه؟ اول شيء الصعوبات اللي واجهها لاعب اليد يكون مثلا ايده مو قويه، لازم يقوي ايده، وما يعرف القوانين اللعبه، لازم فتره يتدرب عشان يتعلم القوانين. الدربل هذه وايد تصير. ايه. ايه. دربل. لازم يتاقلم مع اللاعبين. حلو. ويفهمهم عشان بالمباراه مثلا يتفق مع لاعب يسوي خطه وكذي، لان يعني في النهايه هي لعبه جماعيه. ايه صح. يعني اذا مو كلكم متفاهمين. ايه. لازم كلنا متفاهمين مع بعض. يعني ما ينفع انه يكون والله الفريق فيه لاعب واحد وايد زين ما راح يشيل الفريق. لا هذه ما تصير. ايه. ايه. اذا مو الفريق كله مع بعض ما راح تفوز فيه ولا مباراه. ايه صح. من المباريات اللي لعبتها يا عبد العزيز؟ ايه. سواء تحت 13 ولا تحت 15، شنو احلى مباراه تذكرها؟ احلى مباراه تذكرها مباراتي مع تحت 13 ضد الكويت، ضد نادي الكويت. حلو. بدعت فيها وقولت 10 جول. ما شاء الله. للاسف خسرنا. بس خسرته. ايه. على الرغم من الخساره لكن انت من وجهه نظرك هذه كانت افضل مباراه. ايه. انت لعبتها عبد العزيز. ايه. من افضل المباريات. اسوأ مباراه يومها ما كنت انت في مستواك. اسوأ مباراه عندي لعبتها ضد نادي السالميه. كلش ما كان لعبي زين. ما كنت في يومك. اي ما كنت في يومي، كنت زعلان، كنت متضايق على اللعب الخايس اللي لعبته،
قولت يمكن 5-6 اقوال. شوف، على الرغم من انك قولت بس انت مو راضي على المستوى في هذه المباراه. شنو اللي لازم يسويه لاعب كره اليد؟ شنو التمارين اللي لازم يتمرنها؟ اول شيء كم يوم تتمرنون في الاسبوع عزيز؟ اسبوع كامل 7 ايام. كل يوم؟ كل يوم. كم ساعه؟ ساعتين. ساعتين في اليوم؟ يعني والله وقت ياخذ من وقتكم. صح. زين، كونك انت طالب في المدرسه قادر توفق ما بين الدراسه وما بين النادي؟ لازم اكيد انظم وقتي وهذا بين الدراسه والامتحانات المدرسه. حلو. شلون الجدول؟ جدولك، خلينا نتكلم عن جدول عبد العزيز. جدولي ارد بالبيت، ارد طبعا متاخر، اتغدى، اروح النادي، اخلص، ارد البيت، اتسبح وادرس. على طول؟ على طول. هذا يوميا؟ اي يوميا. حتى في الويكند؟ ايه طبعا. الويكند ما عدا انه ما في مدرسه. ايه بس في نادي. في نادي وفي تمرين. ايه انزل. اذا بتكلم الحين في هذه اللعبه، انت شخصيا عبد العزيز مراد، وين تبي توصل فيها؟ ابي اوصل ان شاء الله اصير لاعب محترف. تبي تصير لاعب محترف؟ ان شاء الله يا رب. تبي توصل لاحتراف؟ اي اكيد. واكيد ان شاء الله تكون احد لاعبين منتخبنا ان شاء الله في كره اليد. اي احد يقدر يلعب كره اليد عزيز ولا لازم يكون في مواصفات؟ يعني شوف، انت قلت ان قالوا لانك طويل فيك ما شاء الله تبارك الرحمن طول فتنفع حق اليد. هذه ميزه. صح. في اشياء ثانيه لازم تكون موجوده في لاعب كره اليد؟ لعب الطول والجسم، ومثلا اذا لازم تكون قويه. حلو. لانه ما يصير يدش اللعبه يلعب كره اليد واذا ضعيفه، لازم الكابتن يشتغل عليه ويدرب ايده عشان يقويها، ولازم يتدرب حديد وهذا وكذي، لازم يعني ان اذا تكون قويه. حلو. فهذا الاساس في هذه الرياضه. انت دخلت كم عمرك كان عبد العزيز؟ دخلت عمري 7 سنين. 7 سنين في هذه الرياضه. وهذه يمكن ميزه انك دخلتها انت صغير. صغير. لانك كثر ما دخلتها شويه اكبر تصير احسن، تصير اصعب. اذا دخلتها كبير. صح، تصير اصعب. تصير اصعب. هو لازم المفروض يعني احسن وانت صغير تبدي، عشان يعني ما يصير وانت توك كبير لازم توك تتعلم الدربل والفنت وهذا اساسيات اللعبه، لازم وانت صغير تعرفهم. تعرفها وتاخذها وتتعلمها. عشان تطور من مستواك. وعلى طاري التطور، شلون اللاعب يقدر يطور من نفسه؟ شلون عبد العزيز يطور من نفسه كل موسم؟ اقدر اطور من نفسي، اطالع فيديوهات اللاعبين المحترفين وشلون يتحركون وشوتون والحركات. حلو. وبس. تشوف يعني مباريات خارجية؟ أكيد مباريات. منو يعجبك من هانسن؟ لاعب دنماركي. يعجبك ستايله؟ يعجبني وايد ستايله. حلو. من المنتخبات؟ من المنتخبات، منتخب الكويت. وعالميا؟ عالميا دنمارك. دنمارك. مو فرنسا؟ هم فرنسا، دنمارك فرنسا. فرنسا والدنمارك هو بينهم تصير. صح. في كرة القدم بما انك انت كنت لاعب، اكو ميسي ورونالدو. صح. باليد اكو ميسي ورونالدو؟ في اكو ميسي ورونالدو. من هم؟ هانسن وفي لاعب اسمه نيكولا. فهذيلا التنافس. بينهم. بس انت هانسن يعجبك ستايله؟ اكيد. اكثر. في كرة اليد هم نشوف ان اللاعب مو بس يكون لاعب هجوم نفس القدم، ممكن هو لاعب الهجوم في هجمه يرد يصير لاعب دفاع. لاعب دفاع بالضبط. شلونك بالدفاع عزيز؟ دفاع شوبر. سكر. وايد قوي. وما شاء الله لان فيك طول تبارك الرحمن. جسم. تضايق اللي قدامك. إيه. وهي من الالعاب اللي تعتمد على القوه البدنيه. صح. وتحتاج لياقه. صح اكيد تحتاج لياقه عاليه. لياقه عاليه. لأن انت قاعد تركض رايح راد 30 دقيقه انت رايح راد. طول المباراه. ربي يوفقك ان شاء الله عبد العزيز. وان شاء الله لقاءاتنا القادمه نشوفك فيها بطل عالمي في هذه الرياضه. في ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا على وجودك معنا في المبدعين. انت احد المبدعين في رياضتنا الكويتيه. شكرا لكم على حسن المتابعه. اليوم كان معنا مبدع، وكل يوم راح يكون معنا مبدع في برنامج مبدعون.